هذا الموضوع. كان اي واحد من نعم اي الأمثلة. نعم والله كان جميل المفروض كذا. ثم دائما الناقد يقدم البديل، جميل، يعني هذا هذا ويقدم وجهة نظره وتحليله. ايوه هذا 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 الموقف ما جيد، كان المفروض أن يكون هذا الموقف. طيب، ثم ان ايها الاخوه هناك في ملاحظه اخرى، التاريخ العماني تاريخ ديني في مجمله، تاريخ ديني، التاريخ الموجود عندنا الان حاليا تاريخ ديني. لماذا؟ لانه تاريخ امامه، والامامه هي امامه دينيه، اسلوب حكم ديني، اسلوب حكم ديني. الامام عالم دين، الذين يحيطون به علماء دين، الذين قدموهم علماء دين، يحكم بالشريعة، يحكم بالدين، لأنهم بايعوه على أن يحكم يعني بكتاب الله وسنة وهكذا نبيه المبدأ بحكم حتى الدين. نخرج أيوة. زين. من سياق الحديث. فإذا يعني فما كل شخص ما متمرس بالأحكام الفقهية يقدر ينقد في الحقيقة، لابد يعني من مجموعة مؤهلات حتى يمارس النقد الموضوعي. أنا أقول لكم هنا أمرين. ديوان أبي مسلم البهلاني رحمة الله عليه، شعر قوي جدا ولكنه يحمل مفاهيم دينية، لا يستطيع أن يشرحه إلا من يجمع بين الثقافتين الدينية والأدبية اللغوية. أما يأتي واحد ما له ثقافة أدبية ويشرح ديوان أبي مسلم ما يستطيع، راح يفسره تفسير خاطئ. أو يأتي واحد أديب ما له علاقة بالدراسات الإسلامية الإسلامية ويشرحه أيضا ما يقدر يوصل إلى حقيقته. وكذلك التاريخ العماني لا يستطيع أن ينتقده إلا من جمع بين الثقافتين التاريخية والدينية. جميل. يعني هذا ملخص القول. هذا ملخص القول.